كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي لهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العارفين تسيل. هذا رسول الله نبراس الهدى، هذا لكل العالمين رسول. يا سيد الكونين يا علم الهدى، هذا المتيم في حماك نزيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين رسول. هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسيل. يا رب إني قد مدحت محمدا، يا رب إني قد مدحت محمدا فيه ثوابي والمديح جزيل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما حن مشتاقا وسار دليل. مشاهدينا الكرام، أحبائي، أهلا بكم في هذا البث المباشر من حرم الإمام علي بن موسى الرضا عليه آلاف التحية والثناء. نسألكم الدعاء ولا ننساكم الدعاء. دعونا نذهب إلى فاصل ونعود إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مشاهدينا الكرام، تحية وسلام من حرم الإمام الرؤوف أنيس النفوس سلطان طوس علي بن موسى الرضا عليه آلاف التحية والثناء. هذا البرنامج الذي مسمى بالمجالس المحمدية في الروضة الرضوية هو عن حياة النبي الأكرم في 10 أيام، في 10 الأيام من آخر السفر إن شاء الله سنبحث في حياة النبي المنورة وفي حياة الإمام الرضا ونحن هنا في حرمه. مشاهدين الكرام، يشرفني أن أستقبل في هذا البرنامج ضيف كريم وأستاذ عزيز سماحة الشيخ سعيد الساري. شيخنا الكريم، أهلا بكم في هذا البرنامج. ومرحبا بكم كذلك. عليكم السلام ورحمة الله. سماحة الشيخ، قبل أن نبدأ في موضوع هذه الحلقة الذي هو استكمال الحلقات السابقة في الأيام الماضية، أترككم مع تحية وسلام ومشاهدين الكرام. أهلا ومرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المشاهدون الكرام من حرم سيدنا ومولانا الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وفي هذه الأيام 10 الأخيرة من شهر صفر الخير والمناسبات التي مرت وتمر علينا في الأيام المقبلة من 40 الإمام الحسين عليه السلام إلى رحلة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إلى شهادة الإمام الحسن السبط المجتبى على رواية، وكذلك شهادة الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والجميع كلهم يعودون ويؤولون إلى جدهم، وكلهم نور واحد، وأولنا محمد، آخر أوسطنا محمد، آخرنا محمد، وكلنا محمد صلى الله عليه وآله وعليهم أجمعين. أهلاً ومرحباً. سمحت الشيخ، في الحلقات السابقة تكلمنا عن رحمة الرسول، رحمتي في التعامل ورحمتي مع الناس ورحمتي حتى مع أعدائه، وهذا مدخل لموضوعنا اليوم. نريد أن نسأل عن طبيعة التعايش من منظر النبي الأكرم. يعني لدينا وثائق، لدينا روايات تبين لنا منظور النبي من التعايش وطريقة النبي في التعايش مع الصديق والعدو، مع الخصم والذي يختلف معه. كيف ندخل إلى هذا الموضوع؟ كيف نفهم هذا الموضوع سماحة الشيخ؟ أحسنتم، بارك الله فيكم. القاعدة والسنة العامة التي على أساسها خلق الله رسوله وبعث الله رسوله
كما تفضلتم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو الرحمة الشاملة الواسعة لجميع ما خلق الله ومن خلق الله، وحتى لهؤلاء الأعداء، لأن النبي صلى الله عليه وآله لما كان رسوله هداية هو يريد أن يهدي هؤلاء. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه موسى سلام الله عليه وأخيه هارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، مع علم الله سبحانه وتعالى بأن مآل فرعون إلى الهلاك. صحيح. ولكن الأسلوب الذي يتدرج فيه النبي صلى الله عليه وآله بالتعليم الرباني: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن النبي صلى الله عليه وآله مع اليهود، مع النصارى، مع مشركي الجزيرة العربية، مع كل من خالفه في العقيدة، من هذا المنطلق يتعامل، من منطلق الهداية، من منطلق الرحمة، من منطلق النصيحة، من منطلق جذبهم إلى هذا الخير والسعادة. يعني التي الهدف والغاية هي جذب الناس، هدايتهم. أحسنتم. وإتمام ليس إرغامهم فقط. أبداً. يعني هذا منطق الإرغام غير موجود. وإتمام الحجة عليهم. وإتمام الحجة عليهم. فلهذا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في تعامله مع المشركين الذين لا زالوا مشركين. صحيح. في المدينة، وكذلك مع المنافقين الذين هو يعرفهم في المدينة صلى الله عليه وآله. صحيح. ومنهم من لم يعرفهم ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. صحيح. لا تعلمهم نحن، لكن بعدين عرفه الله وعرف حذيفة كما ورد في الروايات. صحيح. كذلك مع نصارى الجزيرة العربية، مع نصارى نجران. صحيح. كيف تعامل معهم النبي صلى الله عليه وآله؟ أولا بالمحاججة وبالبيان وبالهداية وبالإرشاد. في كتاب الاحتجاج للمرحوم الطبرسي رضوان الله عليه هناك محاججات للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله مع اليهود ومع النصارى. صحيح. وأتى لهم بالأدلة والبراهين الواضحة القاطعة التي تعرفهم من كتبهم ومما يسلمون به أنه رسول الله، أنه نبي آخر الزمان، أنه الموعود به والمبشر به على لسان كل نبي جاء، وحتى في النبي موسى صلى الله عليه وآله وفي توراته وكذلك في الإنجيل. فهو يعرفهم كما قال الله سبحانه وتعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. من هذا المنطلق كان يدعوهم واهتدى بعضهم وأسلم بعضهم على يديه صلى الله عليه وآله. لكن من لم يهتدي؟ أما من لم يهتدي فمعاهدة مفصلة فيما بين جميع المسلمين والأديان الأخرى التي تعيش في المدينة المنورة، كل له حريته. صحيح. ليس هناك إجبار على العقيدة هذه الذي معروفة بوثيقة يثرب. صحيح. وثيقة يثرب معاهدة مفصلة. صحيح. ومنصوصة، ولو كان الوقت يسمح لقراءنا تفاصيلها لدينا بعض الوقت، لكن دعونا نتعمق أكثر في هذا المفهوم. مسلمة هي. صحيح. قضية مشهورة، يعني إذا بحث الإخوان عنها في النت موجودة. معاهدة ووثيقة النبي صلى الله عليه وآله، وثيقة يثرب نصها موجود عن النبي صلى الله عليه وآله، وفي الكتب المدونة في مكاتب الرسول ذكرت هناك، كما له أيضا معاهدة ووثيقة أخرى مع النصارى. صحيح. قد يشكل من قبل البعض، تدري هؤلاء الذين مستشرقين وبعض ناس يعني حاقدين يحاولون أن يصوروا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه نبي السيف والدم والقتال والعنف، يعني تشويها لصورة النبي صلى الله عليه وآله. إذا عرف الناس محاسن كلامنا لاتبعونا كما رواية المعروفة من الإمام الرضا. صحيح. أحسنتم. فلا يريدون أن يتعرف العالم ولا سيما المجتمعاتهم وفيهم ناس ذو فطرة سليمة وهم الأكثر، والذين لو عرفوا حقيقة الدين والنبي صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت لعرفوا وتمسكوا وآمنوا كما اهتدى كثير منهم فعلا. صحيح. وهذه يعني أنا أتذكر أن الدكتور مايكل هارت الكاتب الأمريكي في كتابه المشهور
المئة الأوائل. اختار من الأفراد البشرية في أهم الشخصيات المؤثرة في تاريخ البشرية، 100 شخصية صحيح، لكن جعل أول شخصية من هؤلاء المئة الذين هم في الطليعة شخصية الرسول محمد صلى الله عليه وآله. هو في المقدمة يذكر يقول: عوتبت من قبل أبناء جلدتي ونحلتي. المسيحيين، أنت مسيحي وهذا نبي المسلمين، أنت أمريكي وهذا عربي، أنت غربي وهذا شرقي، فكيف تقدمه على الجميع؟ قال: اعذروني، أنا وضعت موازين وقيم وملاكات، فما وجدت أحدا تنطبق عليه الملاكات ليكون أول فرد في البشرية إلا الرسول محمد صلى الله عليه صلوات الله عليه. ملاكات القيم الإنسانية، ملاكات الفضائل، ملاكات الذي نجح في مشروعه نجاحا باهرا لم يستطع أحد أن يصل إلى ذلك النجاح، ولا زال نجاحه إلى اليوم ممتد لحد هذا يوم. كله بالتفصيل هو ذكره، يعني المبادئ وتطبيقاته على النبي صلى الله عليه وآله ولا زال. فهذا التشويه لشخصية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه نبي العنف، وهاي الكاريكاتيرات والأفلام المسيئة والتصريحات المسيئة المقصود منها أن يظهروا صورة غير حقيقة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. أما حقيقته أبدا ولو كنت فظا غليظ القلب لنفضوا من حولك، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سمحت الشيخ، وثيقة يثرب، نعم، هي من الوثائق الأساسية التي وصلت إلينا من تاريخ الرسول وتعامله وتعايشه، لكن البعض يقول إن هذه الوثيقة في تعارض مع ما حصل فيما بعد ليهودي يثرب، هل هنالك تعارض في هذا الموضوع؟ البعض يحاول أن يتهم النبي صلى الله عليه وآله أنه لما كان في حالة ضعف لما ورد إلى المدينة المنورة اضطر أو استخدم السياسة مثلا ليدفع شر هؤلاء، فعمل معهم هاي المعاهدة والمهادنة، يعني سايسهم كأنما يدعون هذا المعنى. يدعون، لكن لما استقوى نقضها ثم بدأ القتال مع اليهود وحصل ما حصل. صحيح. قطعا هذا لا أساس له أبدا. الدراسة الواقعية التاريخية والقرائن الأخرى، يعني نصارى نجران بعد أن فتح النبي صلى الله عليه وآله الجزيرة العربية بكاملها، صحيح، وأسلم أهل اليمن وأهالي نجران من أهل اليمن، فهم في غاية الضعف بالنسبة إلى قوة النبي صلى الله عليه وآله، كيف استقبلهم رسول الله، كيف حاورهم إلى أن عجزوا عن الإجابة. يعني هنا دعنا نفهم هذا الموضوع، هو في حالة قوة ومع في حالة ذلك القوة ليس في حالة ضعف وسيطرة، وما أجبرهم على دينهم، وآخر الأمر بأمر الله سبحانه وتعالى، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم المباهلة إلى آخره، ثم نبتهي المباهلة. لماذا؟ ألا يستطيع أن يجبرهم؟ الآن هو صاحب القوة والقدرة، ولكن لم يفعل ذلك. حتى بعد قضية المباهلة وتسليمهم أقرهم على دينهم ولم يجبرهم، ورجعوا وهم نصارى، ثم بعد ذلك اهتدوهم بأنفسهم باختيارهم. صحيح. فلماذا يجبر اليهود ولم يفعل ذلك مع غيرهم أبدا؟ وهكذا المسلمون تجد سيرتهم، ولا زالت سيرة المسلمين، صحيح، سيرة المسلمين كانوا ولا زالوا، وحتى في بلادنا الإسلامية اليوم الآن نحن هنا في بلدنا في إيران الجاليات اليهودية موجودة، صحيح، لا زالت، ولهم مندوبوهم في المجلس، وكذلك من الأديان الأخرى والزراتشتية، نعم، موجودة كلهم. إذن أتذكر قصة بديعة، أنا أعتذر من سمحت الشيخ، لأن انضم إلينا من لبنان سماحة فضيلة الشيخ غازي حنينة، دعونا نتكلم معه حول تفضل. هذا الموضوع ونعود إليكم إن شاء الله. تفضل. فضيلة الشيخ غازي حنينة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مجددا معنا سماحة الشيخ، نشكركم لهذا الوقت الثمين الذي أتحتموه لنا. الشكر لله عز وجل ثم لكم على استضافتكم، ووجه لكم التحية ولضيفكم الكريم ولجمهور المشاهدين والمشاهدات
من خلال هذه الشاشة نتوجه إليهم جميعا بالتحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم سماحة الشيخ. كنا نتكلم مع أستاذنا الكريم الشيخ سعيد الساري في الاستديو هنا عن موضوع النبي. في يوم أمس تكلمنا عن الرحمة واستفدنا من هذا الموضوع كمدخل لمسألة التعايش، منظور النبي في التعايش وكيف كان يتعامل مع الجاليات الأخرى ومن يختلف معهم في بعض الأمور أو في الكثير من الأمور. سماحة الشيخ نحن معكم الآن حول هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار الميامين. بداية السلام بتحية الإسلام. نقول أولا أن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم تكلم عن موضوع التعايش، فقال عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تبارك وتعالى: ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم. فمسألة الاختلاف في المكونات البشرية، أن يكون الاختلاف عرقيا أو أن يكون الاختلاف يعني دينيا أو مذهبيا أو طائفيا أو يعني من كل أنواع الاختلاف الذي تكون منه المجتمع الإنساني على مر العصور، قضية مسألة مسلمة فيها، ولذلك جاء الإسلام ليتعامل مع هذه القضية بكثير من الواقعية وبكثير من التفاعل الإيجابي وبكثير من الانفتاح على هذه المكونات الإنسانية التي خلقها الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم لآدم وآدم من تراب. ومن هنا نقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو رائد في مسألة التعايش مع المجموعات الإنسانية التي تتكون منها المجتمعات، في وخاصة في المرحلة الإسلامية الأولى، وبالتحديد في المدينة المنورة عندما أصبح لهذا الإسلام كيانا واقعيا يمكن أن نسميه بالمصطلح المعاصر وجود دستوري على المستوى الدولي. لذلك نلحظ مسألة مقدمة سورة الروم مثلا عندما تتحدث عن الصراع الحاصل في ذلك الوقت وما هو موقف المسلمين منه. ولذلك نحن نتكلم لنقول أن الله سبحانه وتعالى أراد لنا أن نكون جزء من المجتمع الإنساني وأن نتفاعل مع هذا المجتمع الإنساني البشري الذي خلقه الله سبحانه وتعالى مختلفا ومتباينا فيما بينه. ولذلك عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة المنورة، كانت المدينة تحتوي على مجموعات من المجموعات اليهودية ومجموعات أقل منها من المجموعات النصرانية، وكان العم الأغلب في المدينة المنورة هم المسلمون. ومن هنا نجد أن التفاتة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مسألة الوثيقة التي اصطلح على تسميتها بوثيقة يثرب، والتي تتكون من قرابة 70 بند أو 70 نقطة، أهم فيها وروحية هذا الاتفاق أن التعايش بين المجموعات الإنسانية والموجودة في المدينة المنورة. ولذلك هنا أحب أن أؤكد على مسألة يحاول البعض اليوم أن يدلس من خلالها وأن يتخذها ذريعة لتمرير انبطاحه وتنازلاته أمام العدو الصهيوني، فيحاول أن يشبه الاتفاقات التي تعقد بين العدو الصهيوني على مدى 40 سنة الماضية
منذ اتفاق كامب ديفيد إلى اتفاق الإمارات والبحرين الأخير، بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عقد صلحا مع اليهود وتعامل مع اليهود، ولكن هنالك شتان، هنالك فرق كبير بين مغتصب لحق أرض ولحق شعب في أرضه، وهجر هذا الشعب وشرد هذا الشعب وطرد هذا الشعب وأجرم بحق هذا الشعب، وبين أناس كانوا يقتلون تلك الديار وتعامل معهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أنهم مواطنين. حتى أن هنالك البعض يعني يتخذ من بعض المحطات التاريخية الأخرى كمتذرعا بفعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وفعل السلطان صلاح الدين بأنهم أقروا اليهود في فلسطين، والإقرار هنا إقرار لمواطنين وليس إقرار لسلطة غاشمة ولمجموعة مغتصبة لحق شعب آخر هو الشعب الفلسطيني. هذا استطرادا لهذه المسألة. ولذلك نقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما تعايش مع اليهود ومع النصارى في المدينة المنورة تعايش معهم كمواطنين في ظلال سلطة الدولة الإسلامية. ولذلك نجد على مر التاريخ المجموعات غير المسلمة كانت تعيش في ظل السلطة الإسلامية. صحيح. فمثلا اليهود في بيروت هنالك حي لليهود، في مصر هنالك حي لليهود، في بغداد حي لليهود، في دمشق حي لليهود، حتى كما تفضل فضيلة الشيخ أن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية هنالك مجموعة يهودية وممثلة في مجلس الشورى الإيراني، وهذا تأكيد على حقها بالمواطنة في ظل الدولة الإسلامية وفي ظل الجمهورية الإسلامية بظل القيادة الرشيدة، قيادة سماحة السيد القائد علي الخامنئي دام ظله الشريف. سماحة الشيخ، هنالك مسألة أخرى أيضا. البعض الآن نحن نرى بعض النماذج التي تدعي أنها إسلامية، وللأسف هنالك وكأنه تمثيل غير حقيقي مزيف للإسلام في تصرفات هؤلاء بالنسبة للأقليات. كيف نتعامل مع هؤلاء وكيف كان النبي يتعامل مع الأقليات التي هم تحت سلطته؟ يعني لعلي تحدثت عن الذين أفرطوا في التعامل مع العدو الصهيوني، وفاتني أن أتحدث في من فرطوا بحقوق المجموعات الأخرى غير المسلمة كأولئك الوهابيين، الدواعش، المجموعات الإرهابية التكفيرية التي عاثت فسادا في أقطارنا العربية والإسلامية، كما يجري في مثلا في نيجيريا أو ما يجري مثلا في باكستان أو ما يجري مثلا في سوريا أو ما يجري في العراق أو ما يجري في مصر أو ما يجري في أقطار أخرى إسلامية أو عربية من عمليات يعني إجرام واعتداء على هذه المجموعات غير المسلمة من الإخوة المسيحيين أو حتى من اليهود. نحن لا نحارب اليهود كيهود على أرض فلسطين، وإنما نحاربهم كصهاينة محتلين لأرض فلسطين، وعندما يعني يعتدون علينا نحن نرد العدوان بالعدوان. قال تبارك وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ولذلك هذه المجموعات الإرهابية التكفيرية التي دمرت كنائس الإخوة المسيحيين ودمرت مراكز العبادة لليزيديين ودمرت مراكز العبادة للمجموعات الدينية الأخرى في أقطار عربية كالعراق وكسوريا مثلا وكمصر، دمروا الكنائس للإخوة الأقباط. هؤلاء لا يمثلون صورة الإسلام. الإسلام عندما يعني عاش هؤلاء الإخوة المسيحيين في تحت مظلة الإسلام، هي كنائسهم تشهد بحرية اعتقادهم وحرية أداء عباداتهم وحرية أداء طقوسهم الدينية التي يعتقدون بها. ولذلك عندنا قاعدة أصولية نحن نلتزم بها: ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، فما ألزموا به أنفسهم نحن نلزمهم به. صحيح. ونحن لا نلزمهم بما ألزمنا به أنفسنا. ما ألزمنا به أنفسنا هو لنا وهو علينا حجة، ولا نلزم الآخرين بما ألزمنا به أنفسنا، بل نلزمهم بما ألزموا به أنفسهم هم. ولذلك نقول
أن هذه المجموعات التكفيرية الإرهابية الوهابية التي لم توفر حتى المسيحي حتى المسلمين من عدوانها ومن إجرامها، فدمروا المقامات الإسلامية ومقامات آل البيت عليهم السلام ومقامات الصحابة، ودمروا المساجد للمسلمين الصوفيين في العراق وفي سوريا، واعتدوا على النساء الأزيديات. ولذلك نقول أيها الإخوة الأفاضل إن هذه المجموعات التكفيرية الإرهابية التي تعمل على تشويه صورة الإسلام هي لا تمت للإسلام بصلة ولا تعبر عن صورة الإسلام الحقيقي، ولا هي التي تنقل صورة الإسلام الحقيقي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكما تفضل فضيلة الشيخ، عندما جاء نصارى نجران إلى المدينة المنورة أنزلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده وباتوا أياما عدة، واستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يؤدوا يعني عباداتهم في مسجد رسول الله، فأذن لهم وانتحوا يعني جانبا من المسجد وأدوا فيه طقوسهم، ولم يعني يعترض عليهم رسول الله ولا حتى المسلمين يعترضوا على أفعالهم، لأنهم لا يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك هذه المجموعات الإرهابية التكفيرية التي يحاول الغرب أن يلصقها بالإسلام زورا وبهتانا وظلما وعدوانا على الإسلام، هي ليست من الإسلام في شيء. لا باكو حرام تمثل الإسلام، ولا الدواعش يمثلون الإسلام، ولا جبهة النصرة يمثلون الإسلام، ولا الإرهابيين التكفيريين، ولا الوهابيين هم الذين يمثلون الإسلام. فالإسلام بريء من كل تلك المجموعات المتطرفة الإرهابية التي توظفها المخابرات الأجنبية الأمريكية الصهيونية لبعض الدول العربية أيضا. ولذلك نقول نحن معشر المسلمين، إسلامنا دين الاعتدال ودين الوسطية، دين الاعتراف بالآخر، دين التعامل مع الآخر، دين القبول بالآخر، دين الانفتاح على الآخر، دين مد الأيادي. قال تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكلمة تعاونوا مطلقة، ليست حكرا على المسلمين فيما بينهم، وإنما هي مطلقة بين المسلمين وبين غير المسلمين. فهنالك مجالات التعاون واسعة فيما بيننا وبين غير المسلمين في هذه الأيام وفي هذه الظروف التي تعيشها المجتمعات البشرية على مستوى العالم قاطبة. شكرا لكم سماحة الشيخ، كونوا معنا لنذهب إلى فاصل ونعود إليكم مشاهدينا الكرام. مشاهدينا الكرام، قبل الفاصل كنا نتكلم مع فضيلة الشيخ حنينة، وكان الكلام جميل، هنالك بعض النقاط كانت هامة جدا، نشكرهم على هذا الكلام الهام وهذا التفسير الجميل لسيرة الرسول الأكرم. سماحة الشيخ، كما قال فضيلة الشيخ، نحن عندما نذكر حياة النبي هنالك بعض الأصول، يعني مثلا لا نلزمهم إلا بما ألزموا أنفسهم، هذه طريقة تعاملية، ولا نلزمهم بما ألزمنا أنفسنا، يعني هذه طريقة تعاملية جميلة جدا، يعني نحن نتقبل من الآخر أفكاره ونلزمه بما يدعي به. هذه هل هي هذه الطريقة التي تعامل الرسول بها مع باقي الموجودين في المدينة وفي الجزيرة العربية؟ هذا المبنى صحيح، مبنى الإلزام في الحقيقة هو في التعامل مع الآخر لابد منه، ضرورة. وهكذا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والأئمة سلام الله عليهم في نصوص
وردت ألزموهم، يعني مع كل من يخالفك في الرأي أو في الموقف، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، بما يعتقدون، بما يعني أنا أفرض أعتقد بالقرآن الكريم، صحيح، أعتقد بما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله، للطرف الآخر الحق في أن يلزمني، يقول كتابكم هكذا يقول، وأنا أجيبه على هذا، لا أستطيع أن أنكر الكتاب الذي أؤمن به. فنحن حينما مثلا نجادل اليهود أو النصارى لا نستدل عليه بالقرآن الكريم، نستدل عليه بكتابه، نستدل عليه بكتابه أو بالمسلمات التي هي عنده. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أيضا كذلك كان في محاججاته يلزمهم بما ورد في كتبهم، وهم يقرون كانوا بذلك، ولكن يكابرون. صح. مع الأسف الشديد، وكما ورد في القرآن الكريم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وكانوا يستفتحون من قبل على الذين أشركوا، كانوا يستفتحون، يعني سيظهر نبي آخر الزمان الذي هو يعتقدونه أنه لابد أن يكون منهم. صحيح. لأنه في عمود النبي مثلا إسحاق سلام الله عليه، وإسماعيل أخو إسحاق، وكانت الإرادة الإلهية كما قال النبي إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، من إسماعيل الذي وضعه هو وأمه هاجر هناك، فكفروا به لما لم يكن في الحقيقة من نسلهم، وهذه يعني عادتهم. سمحت الشيخ، لا أنا أريد أن أتطرق إلى جانب آخر، هل هذا فقط في الحوار أم في التعامل أم في القضاء أم الحكم معهم؟ كيف طريقة هذه المسألة؟ هل هذا عام في الحقيقة؟ عام يعني حتى في الحكم والقضاء كان هذا متداول؟ كذلك من التزم بقاعدة معينة وشيء معين نحن نلزمه بما ألزم به نفسه. يعني هذه القاعدة أصولية وموجودة في سيرة النبي الأكرم، موجود في الفقه، في الفقه الإسلامي، في الفقه هذه قاعدة مشتركة بين الجميع، بالبحوث العقائدية نحن نعود إليها، وبالبحوث الفقهية كذلك أيضا نعود إليها. صحيح. وهنا نصل إلى موضوع هام جدا، النبي الأكرم تعامل معهم ليس من منطق قوة، كنا نتكلم عن هذا، من منطق قوة لكن ليست من منطق هيمنة والضغط عليهم، بل من منطق التماشي والتعامل الحجة والدليل، الحجة والدليل، لا كالحكم، كحكم يعني نتكلم. أحسنتم. تعامل بهذه الطريقة، هل لدينا أمثلة لهذا الموضوع؟ لا يخفى سعادتكم، أنت إذا رجعت إلى حواريات النبي صلى الله عليه وسلم معه، صحيح، وهي مدونة سواء كان بالاحتجاج أم في البحار، صحيح، محاججات النبي صلى الله عليه وآله مع نصارى نجران، وهي مفصلة جدا، يذكرها المرحوم السيد بن طاووس في الإقبال، صحيح، وفي البحار وفي الاحتجاج كذلك، يذكرها الإمام الرضا عليه السلام، سلام الله عليه، ونحن في حضرته، ونحن في حضرته في مؤتمر الأديان الذي عقده المأمون هناك على الجاثليق، وعلى رأس الجالوت قال أخرجوا كتبكم، توراتكم وإنجيلكم، صحيح، وأنا أقرأ عليكم نصها، فإن أخطأت في حرف فأنتم ألزموني، لكن أنا ألزمكم بكتابكم. ويقرأ وهم يعترفون ويسلمون، وأن هذا النبي هو نبي آخر الزمان المبشر به، وهو مبعوث من الله سبحانه وتعالى، هذا بقاعدة الإلزام. صحيح. سمحت الشيخ، نعود مجددا، ذكر سمحت الشيخ أن هنالك نماذج أخرى من التعامل مع العالم الخارجي، تعامل مع الروم، تعامل مع الفرس في ذلك الزمان، كيف كان يتعامل ويتعايش الرسول الأكرم مع الخارجين من شبه الجزيرة العربية مثلا؟ الخارجين مع الجزيرة أولا، أو أرسل لهم كتب ورسائل، صحيح، وأرسل لهم مبعوثين حتى إذا أرادوا أن يتعرفوا ما هو هذا الدين الجديد، يشرحون لهم العقائد، القرآن الكريم، الأصول، صحيح، ولم يجبروا أي أمة على اعتناق الدين. هنا المسألة، هذه المسألة، صحيح، يعني يدعوهم إلى الإسلام، يقول له أسلم تسلم، صح، لملك الفرس يزدجرد، وإلا فعليك إثم المجوس، يعني أنت تتحمل المسؤولية عند الله سبحانه وتعالى. هذا المنطق منه، هذا المنطق.
ليس إعلان حربا حتى. حتى في حروب القادسية وغيرها صحيح. كان المبعوثون يقول له أنت تستطيع أن تبقى على مجوسيتك كما بقوا الآن صحيح. وحتى في زماننا موجودين زراتشت لا زالوا لا زالوا وأنت تستطيع أن تبقى على نصانيتك. وفعلا لما أجت الفتوحات الإسلامية لما المسلمون فتحوا بلاد الشام وهم نصارى صحيح. هل أجبروهم على ترك دينهم؟ أبدا صحيح. نعم هناك قضية الجزية لا لكن دعني أضيف تفضل. إلى كلامكم يعني أفضل مثال هو مصر لسبعة قرون الأغلبية هي مسيحية لم يجبر أحد أبداً إذا كان إجباراً كان في السنة الأولى الكل عليكم أن تكونوا مسلمين وإلا هو السيف طبقاً هذا المنطق ليس في تاريخ النبي صلى الله عليه وآله والفتوحات الإسلامية نعم هناك شذوذ موجود الشذوذ لا يحمل على المبادئ في كل دين ومبدأ هناك ناس شاذون المنحرف الذي يريد الغنائم ولا يفرح بمن يريد أن يسلم أو يدخل في تحت راية المسلمين صحيح الجزية نعود إليها ضريبة مالية في الحقيقة كما على نصارى نجران عادوا نصارى لكن عليكم أن تدفعوا 2000 حلة زين عليكم أن تدفعوا مقدار من الدروع والسيوف للمجاهدين المسلمين صحيح هذا نعم حتى في معاهدة وثيقة اليثرب نصوصها موجودة فيما بين أيدينا صحيح أنه لأننا نعيش يعني في دولة تعددية بعبارة أخرى النبي صحيح. أسس مدينة يثرب دولة تعددية هذه فيها أنواع من الأفكار كما قلنا وثنيون مشركون لا زالوا موجودين صحيح. من الأنصار نفسهم يعني منهم من أسلم ومنهم من لم يسلم وكذلك اليهود الذين هم كانوا بعضهم من أهل المدينة المنورة إذا جاء غازي ومحتل ومهاجم من خارج كلنا نتساعد فيما بيننا لدفع العدو الذي غزانا هم لم يعملوا بهذه الوثيقة يعني أو كلما عاهدتم عهدا نبذه فريق منكم صحيح. هذه قاعدتهم هم لا يلتزمون بعهودهم هم الذين بدأوا بالنقض بل حرضوا هم ذهبوا إلى مكة المكرمة وكلموا رؤساء قريش على أن يغزوا رسول الله صلى الله عليه وآله يعني في حقيقة الأمر ارتكبوا الخيانة العظمى صحيح وفي جميع القوانين الدولية وفي جميع السير التاريخية من يرتكب الخيانة العظمى ويضربك بالخنجر من خلفك وقد مد لك يد المسالمة ويريد القضاء عليك لا شك ولا ريب أنك لا تنظر تتفرج عليه ليقضي عليك لا قديما ولا حديثا ولا يعاقل يقبل بذلك صحيح سمحت الشيخ هنا نذكر مسألة هامة أيضا نحن في أيامنا هذا كما ذكر سماحة فضيلة الشيخ لدينا تعاملات مع دول أجنبية وتعاملات مع دول بعض الأحيان غير موافقة معنا مختلفة في الدين والمذهب صحيح كيف نتعامل معهم طبقا إضافة إلى لدينا جاليات موجودة في دولنا كيف نتعامل معهم برأيكم في ظل سيرة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم سيرتنا كمسلمين هي تشهد بذلك حقيقة يعني نتعامل معهم بحرية المعتقد والرأي لهم ولا يجبرون على اعتناق الإسلام قهرا أبدا كما قال سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد صحيح. من الغي صحيح. أنا أتذكر قصة جميلة أذكرها هنا في رحلة الشاه عباس الصفوي صحيح. إلى الإمام الرضا عليه السلام ونحن في حرم الإمام سلام الله عليه ماشيا يذكرها الشيخ عباس القمي في المفاتيح مر على كاشان من أصفهان على كاشان وكان في كاشان يهود وبعضهم هاجر الآن في إسرائيل من يهود صحيح. كاشان موجودين صحيح. يقال أن بعضهم مشادين كان منهم زين صحيح. هؤلاء أسلافهم كانوا يعيشون هناك كما في إصفهان كانوا يعني ولا زالوا قديم ولا زالوا ولا صحيح. زالوا موجودين. الآن موجودين الآن كليمية في إيران يعني محترمين وعقيدتهم وحريتهم لهم موجودة فهؤلاء كانت عندهم بعض الحاجات والطلبات والمشاكل جاءوا إلى الفيض الكاشاني ملا محسن الفيض الكاشاني صحيح. مرجع الزمان آنذاك رحمة الله عليه وكلموه ليتوسط لهم عند الملك شاه عباس لقضاء حوائجهم
وتوفير أمنهم وعدم المساس بهم. يعني أنت تنظر إلى هذا المشهد أن اليهود يجعلون واسطتهم مرجع الطائفة الشيعية، عالم الزمان، صحيح، وهو يفعل ذلك لهم وينجز طلباتهم. ما أرقى هذا التعامل في الحقيقة. نحن الآن في بلادنا، وهو هذا واقعنا، هذا تاريخنا، تاريخنا هذا. نحن أيضا في بلادنا أيضا صابئة الآن موجودين، هؤلاء ليسوا يهود ونصارى، صابئة في إيران وفي العراق، صحيح، وفي إيران وفي العراق يسكنون معنا وفي بلادنا، لا سيما في الجنوب، إيران جنوب العراق، صحيح. لهم كامل الحرية في معتقداتهم ومعابدهم وممارسة طقوسهم الدينية، ولا بل حلفاء يعني القبائل المقيمة معهم، صحيح، وعلاقات حسنة في ما بينهم، بعض شعرائهم من عشاق أهل عبد الرزاق عبد الواحد، صحيح. يعني بهذه الكلمة وبهذا الممارسة معا أصبح عشق الإمام الحسين موجود في حياته وإلى آخر لحظة. سمحت الشيخ، أحسنتم. شيخنا الكريم، دعونا نذهب إلى فضيلة الشيخ غازي حنينة ونتكلم عن سماحة الشيخ. هل أنتم معي؟ نعم، تفضل شيخنا تفضل. الكريم، نفس الموضوع، نفس السؤال، كيف طريقة التعامل؟ هل هي طريقة تعامل يعني منية؟ بعض الأحيان نتكلم إن الإسلام أعطاهم، أو هذا حق إلهي يعمل على أساسه المسلمين في التعامل مع الجاليات الموجودة في مجتمعاتنا؟ يعني نحن عندما نتحرك في الحياة نتحرك تحت مظلة القرآن الكريم وبتوجيهات القرآن الكريم، كتاب الله سبحانه وتعالى المنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن لا نمن على أحد ولا نتفضل على أحد، وإنما نحن نلتزم بتعاليم الله سبحانه وتعالى في تعاملنا مع الآخرين. فعندما نعطي للآخرين حريتهم ونحافظ على كرامات الآخرين ونحافظ على أعراض الآخرين ونحافظ على ممتلكات الآخرين وعلى وجود الآخرين فيما بيننا، فإنما هي تعاليم ديننا وتعاليم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نحن لا 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 ليس لنا فضل في ذلك، وليس هو كرم أخلاق منا، إنما هو التزام منا بما أمرنا الله سبحانه وتعالى بتعاملنا مع الآخرين. وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما تمر جنازة اليهودي من أمامه فيقف لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول الأصحاب: يا رسول الله إنها جنازة يهودي، فيرد ويقول: إنها نفس منفوسة، يعني نفس مخلوقة، هذه نفس خلقها الله سبحانه وتعالى، قد نختلف معها، قد لا نوافقها على بعض سلوكياتها، لا نوافقها على بعض معتقداتها ولا على بعض أحكامها، ولكن نحن نعتقد اعتقادا جازما أن كل بني آدم هم خلق الله سبحانه وتعالى في الأرض، وعلينا أن نعترف بوجودهم ونقر بكرامة إنسانيتهم التي تكلم عنها الله سبحانه وتعالى فقال: ولقد كرمنا بني آدم. فليس التكريم هو للمسلمين هنا، وإنما هو التكريم لكل أولاد آدم، لكل بني آدم، مؤمنهم وكافرهم، أبيضهم وأسودهم، عربيهم وأعجميهم، غنيهم وفقيرهم، أنساهم وذكرهم، كل بني آدم كرمهم الله سبحانه وتعالى، ونحن نتعامل مع الآخرين بموجب هذا التكريم الإلهي الذي شرفنا الله سبحانه وتعالى أن كنا من بني آدم، فنلنا هذا التكريم من الله عز وجل. ولذلك تعاملنا مع الآخرين هو منطلقه فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونهج القرآن الكريم الذي نزل من عند الله تبارك وتعالى. ولذلك عندما اليوم نحن الجاليات المسلمة الموجودة في العالم، هي ينبغي أن ينظروا لأنفسهم على أنهم سفراء الإسلام. هذه الجاليات التي قدر لها لأسباب عديدة ولظروف مختلفة أن تعيش في بلاد الغرب
عليها أن تحمل فكرة، أن فكر أنها سفيرة الإسلام لهذا العالم الغربي، لتحاول أن تأخذ هؤلاء الناس من رحاب من ظلم الأديان إلى نور الإسلام، من ظلم الأديان إلى ظلم الإسلام، ولذلك إلى نور الإسلام. ولذلك عندما عندما جاءت هذه الرهينة الفرنسية البارحة بعد أربع سنوات غادرت مالي إلى فرنسا البارحة، وكان ماكرون الفرنسي الرئيس الفرنسي قد شن غضبه قبل أسبوع على الإسلام، ووصف الإسلام بما لا يليق أن يوصف به دين الله عز وجل، ورمى على الإسلام تهما بالباطل، وأن هذا الإسلام يعيش مأزوما اليوم، وإذ بتقدير الله عز وجل يأتيه من يضرب من بيت أبيه، يضرب على يد امرأة فرنسية وصلت إلى فرنسا وهي تضع الخمار على رأسها وقالت للإعلام أنها اعتنقت الإسلام. هكذا يجب أن نكون نحن معشر المسلمين، أن نحمل للعالم أجمع نور الهداية ونور السلام ونور المحبة ونور التآخي الإنساني، لقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه علي بن أبي طالب حينما قال الناس صنفان، وهو يوصي ولديه عليهما السلام الحسن والحسين فيقول لهما الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. نحن ينبغي هكذا أن نعيش مع العالم، لا أن نعيش قوقعة الصدفية. الصدفة تغلق على نفسها وتعيش منغلقة. نحن لا نعيش فكرة الغيتو اليهودي، نحن لا نعيش فكرة الانعزال الصليبي، نحن لا نعيش هذا الفكر، إنما نعيش الانفتاح، ونعيش أن تفتح بيوتنا. علينا أن نلاحظ مسألة، أن بيوت الله عز وجل المساجد كل نوافذها منخفضة، كل نوافذ المساجد في بيوت في رحاب الإسلام كلها، نوافذ المساجد كلها منخفضة. لماذا؟ حتى يرى من هو في الخارج ماذا يجري في الداخل، لأننا نحن لا نخاف على ديننا ولا نخاف من الآخرين، وإنما نحن نخاف الله عز وجل ونخاف الآخرين في الله عز وجل. ومن هنا نقول أن فكرة التعايش التي زرعها رسول الله في قلوبنا هي التي ينبغي نحن أن نزرعها في قلوب المسلمين، ونحولها إلى نهج وإلى سلوك نتعامل به مع كل الناس من حولنا، حتى لو لم يغيروا معتقدهم ويدخلوا في الإسلام، فعلى الأقل يعيش الإسلام فكرة صحيحة، ولا يعيش الإسلام فكرة مغلوطة كما يحاول بعض أفراد المسلمين للأسف من هذه الجماعات الإرهابية أن تصور الإسلام، ويأتي الغرب ليلصق هذه الصور السوداوية بالإسلام، والإسلام من هؤلاء بريء، وعلى هؤلاء يرد براءة من ظلمهم، والله تعالى أعلم. أحسنتم سماحة الشيخ، نشكركم جزيل الشكر. يعني هذه المسألة هي ما طرحناها، وهذا واقعنا، نحن لا نجامل، نحن لا نغير الواقع، هذا واقعنا، ومن يزيف الحقائق، ونحن على خلاف هذا. شكرا لكم سماحة الشيخ غازي حنينة على هذا الكلام الجميل جدا، وهذا المسار الصحيح إن شاء الله في الإسلام المحمدي الأصيل. نعود إلى نودع سماحة الشيخ فضيلة الشيخ غازي حنينة، ونعود إلى سماحة الشيخ سعيد الساري. سماحة الشيخ، لم يتبقى الكثير من الوقت في نهاية هذا البرنامج، إذا أردنا أن نستخلص من موضوع هذا البرنامج استنتاجا نعطيه للمشاهدين الكرام من فهمنا لهذا الموضوع، ماذا سنقول؟ نقول نحن لسنا محتاجين إلى أن نأخذ موقفا دفاعيا في مقابل هجوم الذين يريدون تشويه الإسلام قديما وحديثا، صحيح، حتى نجي نعتذر لهم، لا، أو نستجدي رضاهم، أبدا.
نحن من منطلق المبادئ والقيم القرآنية والسيرة النبوية الواضحة الثابتة للجميع شهدت لنا وسيرة المسلمين كذلك في طول التاريخ، ولا زال أننا في الحقيقة مبادئنا القرآنية لا تؤمن بإجبار أحد على اعتناق العقيدة. أصلاً العقيدة إنما هي شيء في القلب، كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، الإيمان إقرار باللسان وعقيدة بالجنان وعمل بالأركان. إذا لم يدخل الإيمان في قلوبكم يبقى لا قيمة له. هذا لا يستطيع أن يؤدي عبادة، ثم سوف يرتد منه. فلهذا أنت اعرض عليه الحقيقة وادعوه إلى ذلك وبين له بيانا حسنا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار أيضا، وكذلك الأئمة وعلماء الدين. الآن سيرة علمائنا ومراجعنا ألا تدل على ذلك؟ يعني الآن في العراق مثلا، أم في إيران، أم حتى في بلاد المهجر. صحيح، في بلاد المهجر أنت تجد مراجعنا في فتاواهم يقولون احترم قوانين البلد الذي تعيش فيه. صحيح، ونحن نرى بأم أعيننا في بلاد المهجر أن أكبر جالية وأكثر جالية محترمة في المناطق التي يقطنونها الجالية الشيعية. صحيح، بالتجربة نحن رأينا، وهذا كله موثق ومن قبل شهادة المسؤولين البلدان. هناك الجالية الإسلامية الموجودة في لندن معروفة في تصرفاتها في بلاد الغرب عموما. صحيح، عموما أنا حدثني مراجع هناك وأنا شاهدت في أكثر من بلد هذا المعنى. لماذا؟ هم يعترفون لأن الجالية الشيعية الملتزمة بتوجيهات علمائها ومراجعها وخطبائها من على المنابر، نحن نفعل ذلك على المنبر، نقول لهم أنت كضيف هنا وكذلك أنت في بلد تقيم معه معاهدة لابد وأن تحترم هذه الأمور. وهذا فعلا جعل صورة مشرقة ومحترمة من قبل أتباع هذه الطائفة في أي مكان قطنوا فيه. فكما قال سماحة الشيخ أصبحوا سفراء للدين، سفراء للسيرة النبوية العطرة والأئمة الأطهار. أنا أذكر لكم قصة. صحيح، جميلة، لكن وقتنا قصير سماحة الشيخ، قصة جميلة. تفضل. كان عندي محاضرات في كوبنهاجن. صحيح، في الدنمارك، وكان يحضرها سفير إيران أيضا في مسجد الإمام علي سلام الله عليه معروف. في يوم من الأيام كان جالس إلى جنبي، قال اليوم كان عندي لقاء مع وزير الأمن للدنمارك ودار بيني وبينه حوار، فبعد قضايا سبتمبر وتفجيرات والقتل ومشاكل، قلت له يا جناب الوزير أسألك سؤال، في جميع الأعمال الإرهابية من أبراج نيويورك إلى تفجير الأنفاق إلى القتل إلى الإرهاب إلى التفجير، هل وجدتم عنصرا شيعيا واحدا كان له دخل في هذه القضية؟ صحيح. قال لي أبدا، ونحن نعلم ذلك. قلت له أتدري لماذا؟ قال لماذا؟ قلت له لأن ديننا هو دين السلم والاحترام الرأي الآخر وعدم العنف. صحيح، وعدم التعدي على الحقوق الآخرين. صحيح، هكذا ديننا وتعاليم علمائنا وهي سيرتنا وهي مشهود لها في الحقيقة. أحسنتم سماحة الشيخ، والموضوع هو هنا، إذا أردنا أن نرى كل هؤلاء المنحرفين، كل هؤلاء الذين يسيئون إلى الدين الإسلام، إلى الدين المحمدي الأصيل، إلى هذه الهبة الإلهية، هم من ابتعدوا عن سيرة النبي، من ابتعدوا عن هذا النور الإلهي، أم من ابتعدوا عن أهل البيت، هم يتبعون هذا الطريق الضلال، لكن محبين أهل البيت، من يعترفون بحق النبي وآل بيته ويعتبرون هؤلاء هم طريق الهداية، لا يختلفون هذا النوع إن شاء الله من الأخطاء، وهذا هو واقعنا. شكرا لكم سماحة الشيخ لهذا الحضور المبارك. نشكر فضيلة الشيخ غازي حنينة على هذا الكلام الطيب الذي ألقاه علينا. نشكركم مشاهدين الكرام لاتباع هذه القناة، وأذكركم بأننا سنكون معكم إلى نهاية السفر في برامج عدة إن شاء الله لتبيين هذه المواضيع التي تكلمنا عنها اليوم وأمس وقبل أمس، وإن شاء الله تستكمل هذا الحوار عن سيرة النبي الأكرم إن شاء الله في الأيام التالية.
نسألكم الدعاء ولن ننساكم الدعاء، دمتم سالمين وفي رعاية الله إن شاء الله.